ديالي كيف دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم هذا الفيديو غادي نشارك معكم فيديو ديالي وتصاوري فاش كنت صغيره، ونشارك معكم الشوهه شويه. وهاد لي كونطرا عزازين عليا، يعني باقيين عندي ولكن ما مسحتهمش، يعني كنشوف راسي وانا صغيره في نيون. اول فيديو غادي ندير هادي يا اختي دابا كندير في التليفون هكذا، كندير في التليفون فاش كندير لي كندير لي التليفون هكذا، ديال كتبني من بزاف كريشة. كندير ندوزو للفيديو الثاني، هذا ضربه فيا الحطة. هذا كيفاش نقول لكم، هذه اول نهار لي في مدرسه، يعني سنه جديده وشاريه الحطة وداك الشيء تقصل عليا. اخر حاجه احسن حاجه هي المهم غادي ندوي على هذا الفيديو اللي كان بابا شاري لي فيه سلايم. دابا بابا كان جاي من برا وشاري لي سلايم، طلبته عليه وعزازي عجبوني بزاف. برك كمل دابا الزوين في هاد الفيديوهات، انني ما كنتش كنتقاد، يعني كنت كنخرج كنجمع راسي، كنت كنخرج كنبدا سلايم. كان عزيز عليا السلايم، ونقول لكم شنو طرا لي في الليله ديال داك الفيديو. انني كنلعب سادتي وانا نحطو في ماما، عيطت عليا وانا نحطو فوق الصداري ومشيت عند ماما. شنو جا جيت لقيتو لاصق، ما بغيتش تحيد، بقينا لي ماما بدات كتعوج عليا، بدات تعوج قالت لي ويلي سلايم خسر ليا. هو كان لاصق وما بغاش يتحيد، كيما بقينا كنشوف في يوتيوب داك الشيء، درنا الثلج وخليناه وبدا كيتقشر. بعدو هاد الفيديو بنت خالتي عارفه كتشوفي فيا، كانت عندنا وخديت العكر ديالها كدرتو لنا وبديت كنعرف نكرو لنا ويلي كنت زوينة والله إلا تكنت زوينة، أقسم بالله تكنت زوينة. شنو كشف لك سبوك وصعب سخشو بالضحك أنا رايحة في هاد الفيديو شي لقيتوني مقادة، عرفوني الله راجعة من المدرسة. حاجه في صغري هي كنت كنضرب الحطه، كنت كنضرب الحطات، ماما كانت كتشري لي داك الشيء الرفيع، كنت كنلبسو تما ندير لا فيديو. هادشي كيعجبني راسي، واش كتشوف راسي بحال هكذا. المهم ندوزو لهاد الفيديو. الفلوس كنت كندير لهم هكا، كنت نديرها اللي كيعجبني هو انني كنحرك يدي بزاف، هادشي كندير لهم كندير لهم دابي عيني شفتي بزاف خليتهم يدوزو اللولي لحيت لي فوق دابور. هادشي زوينة بزاف. هنا في هاد الفيديو ضربني راسي، هنا اختي اللي كتصورني قالت لي بقاي دير راسك، كنبقى ندير بحال هكا. في الحقيقة بعض المرات كنبقاش عاقلة عليهم غير دوك الفيديوهات اللي عزازين عليا، هما اللي كنبقى عاقل عليهم، فهمتوا؟ بقيت نحرك في راسي، احراسي في الاخر ناري بزاف. انا هادشي اللي وريتكم دابا كانت عندي ما بين 5 سنين 6 سنين، دابا طلعوا شويه كبر. دابا فاش كبرت بديت كنتقاد شويه وزين، المهم نبداو. ديري الفنه دابا انا فاش كنت صغيره
شنو اللي كان فيا؟ انني مكنتش كنطلق شعري فاش كيجي الصاد صافي كنقطعو صافي كنقطعو كيولي لي بحال هكذا. وفاش بديت كنكبر صافي وليت كنطلقو وليت كنخليه طويل وخا دابا راه قطعت ماشي مشكل باش كنخليه طويل وليت كندير فيليلات وداكشي. اما فاش كنت صغيره من 5 سنين حتى 7 سنين كيما وريتكم غير جامعه غير جامعه غير جامعه كتولي وليت فواحد عامين وليت بحال الدري والله. كانت ماما جات معايا وحله ما كنتش كنبغي نلبس لها الكساوي ولا ويلي ويلي. نوريكم هذا بيبي بامبوز مش البوز بيبي بامبوز ناري. كنت كنحفظ الحركات لواحد الدرجه انا كنت واعره في هادشي في الحركات الشيء. انا كان احسن حاجه عندي هي فاش كنجمع 12 ما بين 12 و2 كنبقى نتصور ونفيلمي نتصور ونفيلمي. شوفي هذا كانت مع الصباني اختي يعني اختي هي اللي كتصورني حتى هي كيعجبها تبقى تصور بنادم عصبتني صافي طلع لي الدم ويتصورني نرطال لي الدم انا ويجي عيط ليا قالت لي اميره ونسمع الاغنيه كدير ها 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 ويشدني الضحكه. المهم شدكم هيدا هيدا ولا منك حياتي نساو شويه من الماضي نتعلم الدنيا كبغات مش عوات من الدم. هادشي في 2020 شهر واحد نهار 2020 عيتي زوين. انا كان كيعجبني انني ماكل كيفاش كبرت ما بقاش عندي مع داكشي. المهم ندير لكم هادشي تاع التمثيل ندير لكم هادشي تاع التمثيل هي البقره هو انت والقلب ينبحر لك خالي تكوي تكوي تك على الزين هادشي زوين والله. عطا دابا غادي نمشي لكونط اخر هذا شحال نشوف لكم لا دات 2019 هذا الكونط كنت درتو صافي مشى ليا يعني يا جنوري غادي مواسي تما غادي نمشي عجيب. هاد الفيديو شافت اختي تقول لي اها يا اختي انا اللي كنعاونك ملي كنضحك معاك وداك الشيء. شوفوا شوفوا زعما بابا كنحتارمك يا بابا باش كيعيطي ماما كنحبك ماي برودر زعما بيست فريند زعما زوينه قويه ماي سيستر زعما يدي ويلي ويلي بيه كنت كنطير في صغري والله واخا كانت زوينه. وهذا الفيديو سيداتي ساداتي اللي ماما شافته كنحل لك راحت على شوفوا شنو درت زعما راه الحب الحب كاتبه بالسينيال اغ زعما اختي ريتال وبديت كندير ليها زعما الطقس اللي كليت كرهت على العصا واه يلا شريناه. ماما قالت لي علاش ضيعتيه يعني حنا ماشي جوع ولكن قالت لي علاش ضيعتيه راه كاين اللي ما عندوش انت كتلعبي به. ماما كليت كرهت على العصا بلا ما نقول لكم داك النهار. المهم نمشي لكونط اخر نقول لكم هنا حتى هو 2000 اتا فيه فيديو من 2019 وفيه في بزاف تاع الفيديوهات 2019 في فيديو واحد 2020. المهم نمشي ليكم شوفوا هذا كيما قلت لكم انا كنطير في الحركات انا باقا حافظه في كل شيء فهمتوا. انا كنت كنطير في الحركات ما يمكنش شي فيديو ما نديرش فيه حركات. المهم هذا كنت في قنيطره عند بنت خالتي تفرجي فيا لوبي حياتي في 2019 نستنى نشوف غيرها. المهم
المهم هذا ما فيش صوت. غادي نشوف نشوف لكم هذا داروا هذا ينسى دي ما يطيح نفس القصة مش خاصه. هادشي كنت كنحب قال لي فاش كتختي كتخرجي اللعيبات وكانت كتجمع ليا هنا كتخلي ليا شعري كتشوف انه بوكوسه والله والله حتى كانت زوينه. هاد الكونت في 2021 يعني غتكون عندي من 9 سنين يا 9 سنين 10 سنين. المهم قلت لكم انا كنت كنطير في الحركات. انا راني واعره يا قلبي عاد كيعجبني راسي كنشوف راسي بحال هكذا انا راضية براسي انا راضية براسي. هكذا كتكون الفلوغ ديال معرفتش هاد التشالنج سهلة. غير بغيت نقول لكم رضاو براسكم كما كنتو وشكون خلاني نتفكر بهذا الشيء نتوما عارفين وانا عارفه. شكرا للناس اللي فكروني في الذكريات الزوينين وانا فرحانه بزاف حيت باقي كنشوف فراسي بحال هكذا. كنشوف بزاف تاع الناس كيديروا هاد التشالنج وكيبداو يقولوا الشوها ما عجبنيش راسي. كاين اللي كيديروا ما كيرميش حيتاش ما كيعجبوش راسو. ولكن وحده براسكم انا عجبني راسي حيت عندي الذكريات ملي كنت صغيره. يعني هاد لي كونطرا فيا اللي نحيدهم انا نبانيهم وما نديرلهم شي لعيبه كي انا عجبوني بغيت الناس يشوفوني كما كنت كيفاش كنت صغيره. الناس قدام ما كانش عندهم هادشي كانوا باغيين دابا غير يشوفوا راسهم اللي كانوا صغار راه ما عندهمش. رضاو براسكم انا راضيه براسي ملي كنت صغيره وانا ملي كنت هنا وانا ملي غنكبر. كنبغيكم بزاف نتمنى يكون هذا الفلوق ديال اليوم تحدي ديال اليوم عجبكم. فلوق تحدي ديال اليوم عجبكم كنبغيكم بزاف.